مرحبا. لتغيير الفكرة النمطية السائدة إنه البنات لازم يلعبوا بأنواع معينة من اللعب أو يتمثلوا بأميرات من الخيال، نواجد رومينات منشوف تفاصيل أكثر. From a very young age, girls are told what they should be, sometimes directly and sometimes indirectly. Boys are three times more likely to be interested in science, technology, engineering, and math, and six times more likely to obtain a job in engineering. We're here to change that. We started Ruminate with one simple mission, to open up girls' minds and teach them that they can be anything they want to be. What started as a wired dollhouse has evolved into a complete construction set for girls. With modular building pieces, motors, lights, and more, girls can build anything they can imagine. From flying school buses to spinning merry-go-rounds, Ruminate lets girls build the world they want to play in. بيتم تسويق سيارات الماتش بوك مثلا على انها للصبيان والدمية للبنات. مع رومينات هي لعبة للبنات بتساعد وبتحس على حب العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة او الاحرف الاولى من ستام بسن مبكرة وهن وعم يلعبوا او يصمموا بيت الدمية دول هاوس. من عمر 6 سنوات وما فوق وبتحتوي على قطع صغيرة، لذلك من الضروري الانتباه لهذا الأمر. مش معنى إذا رومينات مرتبطة بالعلوم والهندسة إنه التصاميم ما رح تكون حلوة، عدا عن إنها بتتعدى الارتباط ببيت الدمية. رومينات متوفرة ضمن مجموعة لقطع كبيرة large kits أو small kits قطع صغيرة وbundle kit، وهي نظام بناء ممكن تعديله بيعمل على الأسلاك وبيفسح المجال لتصاميم غير متناهية من خلال استعمال اليدين. لكل مجموعة من الرومينات محتوياتها الخاصة، ولكن بنذكر مثلا مجموعة من الجدران، توصيلات، ملصقات، أوراق ملونة وأسلاك وقطع بلاستيكية من مختلف الأحجام ومحرك ومفروشات ومفك وعشرين ورقة للكرافت ولعبة دمية وغيرها. بالإضافة للبازرز يلي بيحلوا محل جرس الباب، جرس المدرسة، ساعة التويت وغيرها. عدا عن نظام الدائرة سيركويت والمحركات والنظام التركيبي للقطع، بيقدروا البنات يبدعوا بتصاميم فريدة ومبتكرة من خلال مركبات ممكن جمعها ودمجها ببعضها البعض أو حتى فصلها.